بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إشراقات الغد، ونسعد أن نواصل المسير في ذات الدرب، درب السلام وتحقيق السلام، وهو الهدف المنشود لكل أبناء الشعب السوداني. سنتحدث في هذه الحلقة وفي هذا اليوم بالتحديد، سنتحدث عن ما يدور داخل أروقة التفاوض. بالتأكيد هنالك كواليس، هنالك أجواء ما قبل التفاوض وأثناء التفاوض. للحديث في ملفات مختلفة ذات صلة في هذه الحلقة، أسعد أن أرحب بضيفين داخل الأستوديو: الأستاذ جمعة الوكيل، رئيس وفد المقدمة لحركة تحرير السودان بقيادة مناوي. مرحبا بك وسعداء باستضافتك. مرحبا بك ومرحبا بمشاهدينك. اليوم نحن نطل على قناة الشروق، وإن شاء الله ربنا يوفقنا في هذا اللقاء إن شاء الله. كذلك سعداء بأن يكون في معيتنا الأستاذ بشار سليمان، المستشار الاقتصادي لحركة العدل والمساواة السودانية. سعداء بك. شكرا لقناة الشروق. نرحب، يعني أنا أفتكر ذا أول لقاء أخش في قناة الشروق. زمانا نحن كنا مقاطعين الشروق، لأنه أنا بتذكر جو حاولوا يسووا معي لقاء رفضت، لكن الآن الأجواء أفتكر أجواء سلام ومصالحات الردي. يعني إحنا مستعدين نتعاطى في الإعلام، نتعاطى السياسة في قناة الشروق، لأنه الآن قناة بقت لكل السودانيين في رأي والرأي الآخر. يعني بالتأكيد نحن يعني سعداء بالاستضافة وسعداء بهذا التغيير اللي بيتمنى انه يشمل كل اوجه الحياة في السودان، حتى انه يعني يستطيع هذا السودان ان ينهض ويستمر بتعافي تام من كل مشكلاته. نتحدث بداية عن تاريخ المعارضة والنضال المسلح. بالتأكيد بدأت هذه الحركات وتطورت الى ان اصبحت حركات واجسام يتم التفاوض معها، فيا ريت لو قدمنا يعني لمحة او لمسة تاريخية. شكرا جزيلا مجددا. أول حاجة أسمح لي أن أولا نترحم على أرواح شهداء الثورة السودانية منذ 56 أو 55 إلى آخر ثورة كانت ثورة ديسمبر، وأيضا أسمح لي أن يعني أعزي نفسي وأسر رفاق الشهداء الدكتور جون غرنغ مفجر الثورة في دولة جنوب السودان بعد أنيانيوان، ثم بعد ذلك الأستاذ الكبير يوسف كوا مكي، الشهيد يوسف كوا مكي، أيضا عبد الله الشهيد عبد الله بكر بشر شهيد حركة جيش تحرير السودان وهو أول قائد عام للحركة، ثم الدكتور خليل إبراهيم الرجل المعروف الطبيب والثوري الذي استشهد قبل أعوام، وكذلك يذهب هذا الرحمة إلى كل شهداء الثورة السودانية شبابنا الذين قدموا القالي والنفيس والأرواح في ميدان الاعتصام. يمكن نحن بنعزي أنفسنا وكل أهلهم. حقيقة الثورة السودانية بدأت كما ذكرت من 55 منذ أنيانيوان جوزيف لاغو ورفاقه، عندما يعني الجنوبيين انتفضوا ضد المستعمر وقتها وبعض الوطنيين في 55 وطالبوا بالحكم الذاتي في ذاك الوقت، ولكن تعنت الوقت ذاك يمكن الوطنيين جعل انه الحرب تستمر والثورة المسلحة تستمر في السودان الى اتفاقية 72 مع جعفر محمد نميري، ثم بعد ذلك جعفر نفض اياديه من الاتفاقية، ثم بمقولته المشهورة انه هذا الاتفاق ليس قرآنا او انجيلا منزل، ثم بعد ذلك عادوا الناس إلى الحرب. حركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة الدكتور جون 83، ثم الانضمام أبناء جبال النوبة والنيل الأزرق 84-85، ثم بعد ذلك استمرت الثورة الاحتجاجية والمطلبية في السودان حتى أبناء دارفور خرجوا في 2002-2003، واستمر الحال إلى يومنا هذا. هذا يعني أن السودان لم يرى العافية منذ أكثر من 60 عاما، فهي سلسلة بتاعت نضالات وتراكمات إلى أن جاء الوقت الذي قلعوا شبابنا النظام من جذوره. واليوم نحن كما ذكر رفيقي وأخي بشارة أنه نحن لأول مرة ندخل قنوات وطنية سودانية، وكنا رأينا كان واضح في السابق، والآن نتمنى أنه تكون لكل السودانيين. نعم.
60 من العام من عدم الاستقرار للسودان بحقب مختلفة تشهد يعني استقرارا ومن ثم يعود الأمر كسابقه، هل من إضافة عطفا على الذي قيل يعني فيما يتعلق بحركات الكفاح المسلح والتاريخ الطويل الممتد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الواقع أنا أرخ حكاية نضالات الشعب السوداني يمكن نسميه المركز والهامش من 1924. علي عبد اللطيف عبد اللطيف الماس ساروا ضد الحكم الإنجليزي المصري جزء تآمروا عليهم يعني وسموهم أولاد الشوارع، ما قبلوا إنه هؤلاء الجاي من الريف أو من الهامش ينتفضوا ضد الإنجليز. بعد ذاك ناس الهامش اجتهدوا في إنه يلملموا البلد، كان مؤتمر المائدة المستديرة 47 55 جبال النوبة 58 59 لا 58 البيجا مؤتمر بيجا 58 مؤتمر اتحاد جبال النوبة، بعده حركات دارفور من 64 اللي هو جبهة نهضة دارفور، بعدين في حركات ثورية مسلحة سوني واللهيب الأحمر، حتى الانقلابات في الطريق لما يسووه غبوش يعتبر هذا انقلاب عنصري، أما يسووه كت ولا مين هذا انقلاب سوداني يعني. إلى أن الناس وصلوا لانتفاضات المختلفة أو بدول جنوبيين 55 إلى 2005، يعني 50 سنة من الحرب ولا 40 سنة من الحرب، إلى أن إيه وصل الجنوبيين إنه أفضلهم ينفصلوا، ربما في قادم الأيام يرجعوا، لكن أفتكر أسباب انفصالهم كانوا أسباب موضوعية. بعد ذاك الهامش باقي الهامش انتفض، أنا أفتكر الناس الهامش كانوا نبيهين جدا، عشان كده سووا كل هذه الانتفاضات والمواقف السياسية. بالنسبة لنا كحركة عدل ومساواة السودانية أمنا ما نفسته قبل ما نشيل السلاح، لكن النظام البائد رفض حتى يتناقش مع هذه المطالب اللي نفتكرها موضوعية جدا، قضايا بتاعت هامش قضايا مطلبية موضوعية جدا، قضايا بتاعت مشاركة في السلطة والمواطنة الحقيقية الحقة يعني، لكن رفضوا. انتهى بنا الحال إلى أنه النظام يمشي، والآن نحن شغالين سلام، وأنا أفتكر في إرادة سياسية حقيقية لحكومة الثورة. طيب على ذكر النظام البائد أستاذ بشارة، أنتم يعني قبلا قد دخلتم القصر الجمهوري عبر مفاوضات سلام، لماذا دخلتم ولماذا خرجتم؟ أي مفاوضات؟ كحركة عدل ومساواة السودانية منذ 2003 نتفاوض مع النظام، أبدا لم نكن جزء من النظام إلى سقوطه يعني. صحيح كنا نتفاوض مع النظام من أبشي لأبوجة لإنجمينة لطرابلس لدوحة، لكن كحركة لم ندخل النظام ولا. طيب جزء من أفراد من الحركة جو انضموا للنظام أوكي، لكن كحركة اللي ما لم تدخل أصلا. يعني الناس اللي دخلوا القصر باعتبار يمثلوا أشياء شخصية بالنسبة لهم وليس تمثيل للحركة. والله شوف دي اجتهادات بتاع بشر، أنا عشان ما أظلم الآخرين يمكن أكثر من الناس يرى إنه خلاص الثورة دي محطات، واحد يركب من الجنينة ينزل في النيالة واحد يمشي لبور السودان. نحن غايت ماشيين لبور السودان وافتكر المحطة الأخيرة، لأنه نحن الآن نبحث عن سلام وفي نفتكر في إرادة سياسية حقيقية للسلام. نعم سنعود إليك يعني في النقطة المتعلقة باختلاف الأجواء يعني ما بين بشي وأبوجة وإلى ما ذلك من محطات يعني توقف عندها قطار السلام الذي نتمنى هذه المرة أن يصل إلى محطته الأخيرة والنهائية. لكن دعنا أستاذ جمعة الوكيل رئيس وفد المقدمة لحركة تحرير السودان بقيادة مناوي، نتحدث عن الظروف الآن يعني والأجواء التي تحدثتم عنها بإسهاب في بداية الحلقة فيما يتعلق بشأن السلام. بالتأكيد الأجواء القبلية أيضا تعطي إشارات بأن المفاوضات هل ستصل إلى ما يصبو إليه الطرفان أم أن الأمر سيكون فيه بعض المشكلات، فقراءة للأجواء التي يعني سبقت جوبا وحتى الآن يعني. أولا دعني أن أتحدث في نقطة يمكن تحدث عنها الأخ بشارة، ويمكن كان سؤالك عن الذين دخلوا القصر الجمهوري أو شاركوا النظام في الفترة السابقة. نعم أنا دار أوضح المسألة دي عشان تكون واضحة للمشاهد ولكل السودانيين.
اولا نحن في حركه جيش تحرير السودان وقعنا اتفاقيه ابوجا 2006، والحركه الشعبيه اتفاقيه نفاش السلام الشامل بقياده الدكتور جون. هذه الاتفاقيتين اتفاقيات دوليه اقليميه معترف بها، ودي واحده من الخيارات نحن لم نحمل السلاح من فور ايفر، يعني حتى قيام الساعه نحن حملنا سلاح اذا كان هناك تفاوض، والتفاوض سيؤدي الى اتفاقيه سلام، واذا شاركنا نشارك وفق الاتفاقيه ليس حبا في النظام او حبا في احد في داخل القصر الجمهوري. هذا شيء طبيعي، القصر الجمهوري ليس يعني هو يعني ما 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 مخصص لمجموعه محدده او ليس حكرا لاحد. فاذا دخلنا عبر اتفاقيه هذا شيء طبيعي جدا، والان نحن موجودين معك هنا، لم نوقع انا والاخ في العدل والمساواه السودانيه، نحن لم نوقع على اتفاق ولكن الان نحن في السودان. طيب في الجزئيه دي يعني بالتحديد، هل مرد ذلك للتشظي الذي يحدث بين او في الحركات مما يشكل على الانسان او المتلقي العادي معرفه من هم الذين جاءوا الى القصر، من هم الذين وقعوا؟ اولا التشظي الذي حدث لنا كحركات تحرريه هو شيء طبيعي جدا، لان النظام كان لديه ايادي ومخالب يلعب بهذه الحركات، حتى النظام انقسم على نفسه، حتى كل الاحزاب حتى الغير مسلحه. السودان مر بظروف استثنائيه، يعني انا ممكن دعني ان اقول انه ظروف لم تمر بها اي دوله اخرى. نحن وصلنا لحاله يعني لا يرسى عليها على مستوى الاحزاب السياسيه، الناس يتشظوا كده. ولكن سؤالك كان بالنسبه لنا، الوضع الان يختلف تماما من السابق، من سابقاته. ونحن الان في وضع ثوري، الحكومه الان الموجوده هي حكومه ثوره، ونحن جزء اساسي من هذه الثوره. ولكن كون السلام سيستمر بشكل ايجابي ولا لا، يمكن اليوم انا قريت يمكن تم تعديل الوفد المتمثل للحكومه، ممثل الحكومه، واضافوا 10 من اعضاء الحريه والتغيير. يمكن هذه المساله محتاجه لاضاءات اكثر، لانه بالنسبه لنا احنا في حركه جيش تحرير السودان هذه الاضافه ستعقد عمليه السلام، لانه نحن الان نحن انا والاخ مشارك نحن حريه وتغيير، ولكننا نحن الذين نتحدث عن السلام، ولكن في البعض منا من داخل حريه والتغيير لا يريدون السلام، ولذلك هذه الخطوه قد تؤدي الى تعقيد العمليه، عمليه السلام في 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 في, في الجوله القادمه. نعم، بالاضافه يعني لما انتهى عليه الاستاذ يعني جمعة، مسألة التغيير وحتى تغيير أو إطالة الأمد بالنسبة للمفاوضات والجولة القادمة، ربما يكون للحكومة يعني خطوط واضحة ورؤية واضحة فيما يتعلق بالسلام، وليس مربوط هذا بالأشخاص. نسمع لتعليق. أنا أفتكر إضافة لكلام قاله الأخ جمعة وكيل، أنا أفتكر الناس لازم يكونوا واضحين. مثلا تأجيل المفاوضات واللي هو كانوا حيبدوا بمسار المنطقتين، نعم، أكيد السبب الرئيس في هذا التأجيل ناس الحرية والتغيير، ونكون أكثر وضوحا إنه جزء من هؤلاء لا يريدون السلام، يخطوا عراقيل عشان خوفا من إنه الآخرين يجوا يشاركوهم في السلطة. وأنا أفتكر ده أسلوب مؤتمر الوطني نفسه عليه أن إحنا الكلام ده لازم يكون واضح. الحكومة تشكل وفد وفدها كما تشاء، لكن ان احنا نتفاوض مع الحكومه، وفي الوثيقه الدستوريه مسؤوليه التفاوض واضح جدا، مجلس السياده زائد الحكومه اللي هو حكومه حمدو اللي جابوا مين؟ جزء من الناس الحريه والتغيير، زي ما ذكر اخ جمعه ان احنا حريه والتغيير، يمكن غيبونا، والكل يعلم ماذا جرى في اديس وفي القاهره بسبب مواقفهم المتعندة في إننا ما نكون جزء، حتى الوثيقة بتاعت السلام ما دخلوا، رفضوا يدخلوا الوثيقة. إذن الكلام لازم يكون واضح، أن إحنا نفاوض حكومة ما نفاوض ناس الحرية والتغيير أبدا، يعني إذا هم اعتبروا نفسهم حزب الحكومة هذاك شأنهم، زي وزي باقي الأحزاب القوى السياسية من حقهم ينتقدوا، يقول ملاحظاتهم، يتفاوضوا معنا، يتحاوروا معنا، نحن مستعدين نتحاور معهم، لكن يكونوا جزء من الوفد عشان يعرقلوا هناك، نحن ما نقبل هذا الكلام، والكلام لازم يكون واضح. هذه واحدة. تأجيل نفسه بسببهم، لأنه نحن كجبهة ثورية كلهم كانوا جبهة ثورية زائد الحركة الشعبية كلهم مستعدين في المواعيد المضروبة للتفاوض. الكلام القيل عن أنه في ورش للجبهه الثوريه هذه ما حقيقه، لم نبلغ حتى عليه. الناس يكونوا جادين في السلام، لانه سبب انفصال الجنوب
رفض البعض للسلام. ما تبقى من السودان الناس ينتبهوا يجيبوا السلام، السلام أولوية. في جزء بيفتكروا حتى السودان ده كله في خرطوم، ما أعرف بري ومش عارف نمرة اثنين نمرة ثلاثة. الناس ينتبهوا، سبب مشاكل السودان أزل الآخر ومحاولة نقض العهود. أنت في عهود ومواثيق تم توقيعه في جوبا، يعني احنا متمسكين به، في ناس رافضينه بيعلنوها بصوره رسميه واعلنيه انه هم ما طرف في المفاوضات ده والناس ما مفوضين. انت تكون حكومه فيه مجلس سيادي وفيه حمدوق نفسه، حمدوق نفسه لما جاء جوبا وقال مستعد ادفع ثمن السلام. والوفد بتاع المجلس السيادي بقياده الفريق اول محمد حمدان دقله كان زول جاد جدا، كلهم جادين، الفريق شمس الدين، الجانب المدني مثلا الاخ محمد حسن تعيشي، كلهم كانوا جادين وسيريس وما شعرنا بانه ان احنا خصوم بل شركاء في السلام. لكن في قوة تقليديه زائد جزء من اليسار، جزء من الناس المتلهفين للسلطه دارين يوقفوا السلام. نعم. وهم ما يقدروا يتحملوا ثمن السلام. اذا ما في سلام اكثر ناس بيدفعوا الثمن هؤلاء. نعم. اللي بدوا انه هم ماسكين خيوط اللعبه كلها. نعم. سنبدا نتواصل ان شاء الله في هذه الحلقه من اشراقات الغد برفقه ضيفينا داخل الاستوديو. بعد الفاصل سنتواصل، نتمنى ان تتكرموا بالبقاء معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الافاضل، ونحن نواصل بعد الفاصل في شرقات الغد وضيفان عزيزان داخل الاستوديو، الاستاذ جمعه الوكيل الرئيس وفد المقدمه حركه تحرير السودان جناح مناوي او بقياده مناوي، وكذلك الاستاذ بشاره سليمان المستشار الاقتصادي لحركه العدل والمساواه السودانيه. برفقتهم نتواصل ونكمل ما تبقى من حديث في هذه الحلقه من شرقات الغد. وجوبا وما أدراك ما جوبا، عاصمة الجنوب السودانية. بالتأكيد السودان أو الخرطوم قدمت السبت وفي انتظار الأحد من جوبا. الرئيس الجنوب السوداني سلفا كير مياردت قاد مبادرة في أن تكون المفاوضات المقبلة أو التي تجرى الآن باستضافة جوبا. هناك حديث كثير دار فيما يتعلق باستضافة جوبا ومقدراتها وإمكانياتها لإحلال السلام في السودان. دعني عبرك انه وعبر هذه الشاشه الجميله انه احيي شعب جنوب السودان على راسهم الفريق سلفا كير مياردت رئيس جمهوريه جنوب السودان. حقيقه جوبا منبر ليس يعني هم قدموا السبت فقط، بالنسبه لنا جوبا اذا عطست الخرطوم تصاب جبه بالنزله. نعم. انه نحن شعب واحد في دولتين مع جنوب السودان. ما من شك. نحن ليس لدينا يعني شك في انه جبه هي عاصمتنا الثانيه او العاصمه الاولى يعني مع الخرطوم، ولكن الحديث عن جبه فقط كما ذكرت انت انه في لانه السلام له ثمن كبير ومحتاج لامكانيات ضخمه لمعالجه الازمه الموجوده. يعني إذا تحدثنا عن المشكلة الموجودة في دارفور أو عندنا مشكلة نازحين ولاجئين، وأيضا أنا دعنا حي عبرك النازحين واللاجئين في إقليم دارفور في جبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل السودان واللاجئين نازحين واللاجئين. نعم. بالتالي أنه عملية السلام محتاجة لدعم ضخم جدا لأنه عملية كبيرة ومحتاجة لإمكانيات ضخمة جدا، ولذلك الحديث يعني يمكن عن جوبا يختلف من تنظيم الى اخر. نحن في حركه جيش تحرير السودان بقياده مناوي ما عندنا مشكله انه جوبا تكون منبر، ولكن محتاجه لتفويض اقليمي ودولي ودعم دولي واقليمي حتى تكون مستعده لدفع فاتوره السلام في مناطق الحرب. وماذا بشانكم انتم في الحركه؟ كما ذكر الاخ جمعة، انا افتكر جوبا يعني زي ما ذكر هو دولة، جنوب السودان دولة كانت جزء من جمهورية السودان انقسم لدولتين. هم أكثر ناس حرصا على السلام في السودان ناس جوبا، وهم برضو عندهم يعني واحدة من الميزات الجميلة والحقيقية عن جنوب السودان كدولة
عندهم علاقة مع كل هذه الحركات، عندهم علاقات حقيقية مع كل هذه الحركات، وعندهم لفرج على كل الحركات. لهذا وهم حريصين جدا على انه يجيبوا السلام، لانه برضو هم الان في تفاوض مع المعارضة الجنوبية بقيادة الدكتور رياض عشان ما يجيبوا السلام. بلا شك سلام في جنوب السودان يعني استقرار، السلام في السودان يعني استقرار في الجنوب. لهذا نفتكر انه جوبا ممكن يلعب دور رئيس. صحيح كما ذكر اخونا الاخ جمعة في استحقاقات وفي مسائل بتعلق باللوجستيك بالإجرائيات نفتكر مهمة جدا، وبرضو في مسألة مهمة جدا كحركة ثورية بلا شك رفعت مذكرة للجهة الوسيطة. الآن الوساطة شغالوا جوبا إنه أول بقول لابد من وجود مجتمع دولي، مجتمع إقليمي، دول الجوار، لأنه هذول شركاء سلام حقيقة، شركاء السلام. والآن أنا أفتكر في خطوات متقدمة وماشيين في إنه الوسيط نفسه يكون من الاتحاد الأفريقي، إنه الاتحاد الأفريقي يتدخل تدخل إيجابي كما سابق، يعني كانوا في وسيط من الاتحاد الأفريقي حتى في مفاوضات دوحة، حتى مفاوضات منطقتين في وسيط أفريقي ومن الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي منظمة إقليمية مهمة جدا في حلحلة مشاكل القارة. بوجود الاتحاد الافريقي باقي المجتمع الدولي سواء كان الاتحاد الاوروبي، الامريكان، الامم المتحده حيدعموا السلام في جوبا. ونفتكر انه الان ناس الجنوب مجتهدين انه يطوروا مشروعهم او وساطتهم، او هم مسهلين، ممكن نسميهم مسهلين عشان ما يجيبوا سلام لكل السودان. نعم ايضا يعني لو عدنا بالشعارات المرفوعه من قبل حركات الكفاح المسلح مجتمعه نجد ان التهميش ورفع الظلم والى ما ذلك العدل المساواه غيرها من الشعارات التي رفعت هذه الحركات وقاتلت من اجلها نظام الخرطوم وقتها، يعني بالتاكيد هي غايات واهداف بالنسبه لهذه الحركات حتى تتحقق بالنسبه لي الذين يمثلونهم إن كان في جنوب كردفان أو اللين الأزرق أو حتى في دارفور. إلى أي مدى يعني استطعتم من خلال الفترة الماضية تحقيق بعض الشعارات ولو جزئيا؟ والله أولا هذه الشعارات هي شعارات حقيقية وهي أهداف، يعني بالنسبة لنا يعني هي ليست، هي قاية بالنسبة لنا. الهامش كما تحدث الأخ بشارة سابقا أنه هذه قضية حقيقية، لا بد من إنه الشعب السوداني يعرف إنه في قضايا بتاعت هامش حقيقية في 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 كل المناحي. أولاً نحن في الهامش الآن بنعاني من حتى عملية عشان نعيش، يعني عشان ما نموت، يعني الناس اللي بيقتلون بالأنتونوف، بيقتلون بالاحترابات القبلية المسيسة من الأنظمة اللي كانت موجودة أو النظام السابق بالأحرى في الخرطوم. ولذلك نحن حتى الآن نحن في طور التفاوض مع الحكومة الموجودة، حكومة الثورة. نعم. وهذه الشعارات ستتحقق بعد توقيع اتفاقية السلام، ولكن يعني أنا أتمنى أنه ما يحصل عملية معاكسة السلام، لأنه نحن الآن كما أنا ذكرت سابقا أنه جزء من إخواننا ونحن بين علاقات جميلة جدا معهم، الآن هم يريدون أن يكونوا جزءا من يعني ناس إحنا موجودين معهم في الثورة مع بعض وفي نداء السودان وفي الجبهة الثورية، الآن تحولوا هم لحكومة عشان هي يفاوضونا. والمسألة تكمن هنا، هذه الأهداف لم تتحقق ما لم نحن الطرفين نكون عندنا إرادة، خاصة الحكومة كما ذكر بشارة، المجلس السيادي ورئيس الوزراء أو حكومة الوزراء دكتور حمدوك إنه تكون عندها إرادة للتحول للدفع ثمن السلام. ولكن الذي يحدث الآن أنا أرى أنه يعني أنا ما متفائل يعني بصراحة، أنه وجود الحرية والتغيير 10 فرد شخص منهم داخل هذا الوفد سوف لن تتحقق هذه الشعارات. هذه الشعارات حقيقية يجب أنها تتحقق عبر توقيع اتفاق شامل ونهائي وإيقاف الحرب نهائيا يعني في السودان. نعم، بما أننا نتحدث عن السلام فلا بد من أن نطلق الشراع للأمل في أن يرفرف حولنا حتى يتحقق السلام بإذن الله تعالى. ولكن كما تفضلت وذكرت السلام لا يأتي بالأمنيات ولكن بالعمل الدؤوب بالإرادة السياسية لكل الأطراف. أيضا نتساءل أستاذ بشارة فيما يتعلق بالحوار أو المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح، هل بالمشقة الكبيرة
ولاحظنا أن في الفترات السابقة إبان النظام البائد يعني تطويل أمد المفاوضات، وربما لم يختلف الوضع الآن. الناس يتحدثون بتفاؤل كبير بأن الأجواء مختلفة، لكن ذات يعني البيروقراطية أو ذات السلحفائية في التناول لقضايا السلام ما زالت قائمة. هل الأمر فيه شيء من المشقة مع في التفاوض فيما يتعلق بحركات الكفاح المسلح؟ والله بالنسبة لنا نحن كجبهة ثورية حضرنا جولتين في جوبا، نحن شعرنا بأنه ممثلين الحكومة أو ممثلين الثورة سواء كان المجلس السيادي أو مجلس الوزراء كانوا جادين متفاهمين جدا، وبفتكر أنه نحن شركة ما خصوم، وبعض القضايا الإجرائية وكلام في اللغة كانوا مساهلين جدا، ومراد يقولوا يا أخي أنتم أكتبوا الدائرين ونحن نوقع. يعني هم أنا أفتكر هم سيريس جدا في هذه المسألة. في قضية مهمة جدا أشرت له اللي هو حكاية هل أنتوا كحركات كفاح مسلحة أهدافكم تحققت؟ طبعا زي ما ذكر الأخ نحن طور تفاوض، ونفتكر أنه الطرف الحكومي بالنوايا الحسنة اللي عندهم وسيريس نس اللي عندهم نفتكر أنه يمكن نحقق هذه المسألة. لكن نفتكر أنه في قضايا مهمة، واحدة من قضايانا قلنا أنها هيكل الدولة السودانية دي. يعني مثلا نأتيكم بعض الأمثلة هي حقيقية وواقع. يعني مثلا أنا اسمي مثلا يعقوب عيسى آدم، بما أنه هذول أسماء أنبياء، لكن وانس اذا مشيت الكليه الحربيه بيعرفوك انت من الجنان تشطب. واحد اسمه كوكو توتو من الجبال يشطب، هذه حقائق. ونحن عندنا حاجه اسمه كتاب الاسود جبناه بالارقام، انه الحكايه دي فيها تمييز. اذا انت من منطقه ما عندك حق تغش الكليه الحربيه او مثلا الاجهزه الامنيه، جهاز الامن مثلا بسموها الان اظن مخابرات العامه، ما عندك حق تخش لان انت من المنطقه الفلانيه او اسمك ده ما نايك اسم هيثم ولا مثل هذا الاسماء. مبروك هيثم، لكن ادم من حقه يخش الكليه مش كده؟ عشان كده نحن قلنا ان هيكل اذا فيه اراده سياسيه والناس يقبلوا الهيكله للدوله السودانيه في كل المؤسسات الامنيه واضح جدا امره بين. مثلا تجي تمسك جهاز الامن من منطقه واحده، عشان الناس لازم يكونوا واضحين من منطقة واحدة. أنا في زول بدعي إنه هو أكثر حرصا على أمن البلد مني، أنا أنتمي للجهاز ليه؟ أحترم مثل هذا الجهاز ليه؟ لهذا مطلوب الهيكلة. إذا تم هيكلة لنا وعملوا تمييز إيجابي وهنا معايير الموضوعية بتاعت كفاءة مؤمن به. يعني أنا جاي من الجبال أو جاي من دارفور ما يميزوني، ما عرفتي ما يدخلون الكليه الحربيه، لكن لما انا اكون في مستوفي الشروط مستوفي الشروط يجب انك تقبل. يعني يقبل نعم. لكن هذا ما حاصل في السودان. واحده من المشاكل الحقيقيه. عشان كده اذا الحاجات دي تحققت، الاهداف الرئيسيه دي امثله بسيطه تحققت، الناس يقدروا يمشوا لقدام. نعم. السلام يعني تفضلنا وذكرنا في مرارا وتكرارا في سلسله حلقات اشراقات الغد بانه اصبح تفكير الجمعي لأهل السودان هو منصب حول السلام، فبالتالي لابد من أن يكون أيضا في الجانب الآخر اللي هي حركات الكفاح المسلح في أن يعني تكون مجتمعة أيضا هدف السلام. فإلى مدى تصبح أيضا ضرورة أن تكون كل الحركات يعني هدفها هو تحقيق السلام وفي المرحلة الآنية؟ وطبعا الإجابة بالنسبة لسؤالك سهلة بالنسبة لنا شديد. يعني ماذا يعني وجودي أنا والأخ بشار الآن نحن في الخرطوم في الاستوديو بتاع الشروق، ونحن حركة لدينا جيش جرار وأسلحة متطورة موجودين في الميدان، وكذلك إخوتنا في العدل والمساواة السودانية. ولولا السلام لما كنا نحن هنا، ونحن الذين اخترنا. يعني احنا اخترنا انه نجي السودان قبل حتى توقيع الاتفاق. هذا يضحط على العملية بتاعت النظام السابق وبعض جيوبه الآن الموجودين حتى من رفاقنا في الحرية والتغيير بينظر لنا كأنما نحن نطلب المحاصرات. نحن جينا عشان نكذب كلامهم ده أو نكذب مثل هذا الحديث. نحن الآن موجودين، لسنا طلبنا أي ضمانات ولا عندنا
وظائف جينا لها، نحن أبناء فقراء ومن صلب المعاناة، ولكن نحن دارنا أكد للشعب السوداني أولا ثم للنخب التي يعني قاعدة تحكم السودان أكثر من 60 سنة، والآن وصلت الدولة السودانية إلى 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 جس يعني إلى جسة. دعنا نقول محترمين للشعب السوداني، لكن السودان الآن يحتاج لعملية إنعاش بتاعت قلب يعني اصطناعية عشان يفيق. ما كان دولة في الخمسينيات في أحد المستعمر كانت دولة شارلاب البنان، ولذلك نحن الآن قاعدين نجاوب على أسئلة كثيرة. وجودنا في الخرطوم كحركة مسلحة دون توقيع اتفاق، هذا يعني نحن نحب السلام، نحب الحياة كالآخرين، لنا أهل وأسر ودفعوا الثمن معانا، الآن نحن جينا للسلام. هذا لا يعني هنالك قضايا بالنسبة لنا قضايا أساسية يجب الحوار حولها والتفاوض حولها حتى يستقر السودان. هذه القضايا هي التي جعلت السودان أو السودانيين يتقاتلون لمدة 60 عاما. إذن بالنسبة لسؤالك الأول، إنه والرفيق والأخ بشارة بالمناسبة يعني فتح حتة نفاق لو حاولنا نتحدث عنه محتاج لحلقة ربما، ولكن دار أقول حاجة واحدة. أنا قاعد أقول دائما في لقاءاتي دمنه أدى الحق، إنه أنا لما أسقط في الشهادة السودانية ما أخش في اللغة العربية ما أخش الجامعة، يعني شرط إنه ده تحديد الهوية أو إرقام الناس على هوية محددة. هذا بالنسبة لنا أدى إلى فصل الجنون. الحاجة الثانية، الكليات العسكرية، الأكاديميات العسكرية، الكلية الحربية، الشرطة وغيرها، في زول مدير عام أو قائد عام قاعد، الطالب اللي بيجي من جبال النوبة، اللي بيجي من النيل الأزرق، من دارفور، بيجي بعد ما يجتاز كل الاختبارات يخش، خلاص يجب أن يخش الكلية، حتى السلاح الطبي خلاص يعني صحيا ممتاز، أكاديميا ممتاز، القائد العام بيكون قاعد في كرسي عاين لك كده من شكله يقول له معاينة القائد. أي معاينة القائد. ده أكبر ظلم بالمناسبة. نحن ما دارين الدولة الجديدة دي تاني يكون فيها معاينة قائد. السودانيين يتساووا في الحقوق والواجبات، كما ذكر البشارة انه الزول اجتاز المرحلة بتاعت انه يدخل اي محل يجب عليك سوداني يخش، احنا نتساوى شنو في المساواة وفي الحقوق والواجبات. نعم، وعدنا المستمع الكريم والمشاهد الكريم ايضا معنا في هذه الحلقة بان نتطرق لما يدور في كواليس التفاوض. نتحدث قليلا عن كواليس التفاوض في جبل الان، و تحدثتم يعني بشكل مريح بأن الوضع مختلف الآن من المفاوضات السابقة، نقدم إضافات. والله كما ذكرت من قبل أنه نحن شعرنا بأنه هنالك شراكة ما بين وفد الحكومة اللي هو وفد حكومة الثورة ومجموعة جبهة الثورية زائد ناس عبد العزيز حلو وغيره، أنه هؤلاء شركاء وهم الطرفين حريصين جدا انه يجيبوا السلام. وانا افتكر انه ما فيش كواليس في جوبا، الناس كانوا منفتحين جدا، بيقعدوا جلسات مو مطوله. يعني انا اتذكر عشان كلمه واحده في واحده من المفاوضات ناس قاعدين 16 جوله. نعم، بينما ذكر اظن انا يا رئيس الوفد بتاع الحكومه القائد متي انه الحكايه سووه في 7 سنين، ما سواء احنا سوينا في 3 ساعات، والحكاية دي زعلت الناس، لكن ده حقيقة. يا جماعة هم هؤلاء مستاهلين جدا ردي انه يعملوا سلام، عشان كده نحن ذاته مستاهلين، ما كنا نتعب، ما قاعدين يتعبوا، ما في كواليس، ما في كوريدورز، نو في مفاوضات، الكلام ده مناسب، اوكي نمضي نمشي، عشان كده ما قعدنا الجولة الأولى أظن يومين وقعوا اتفاق. بس الناس اللي هنا ناس الحرية والتغيير يحترموا المواثيق هذه، اعلان جوبا سواء كان اعلان السياسه او المبادئ يحترموا، لانه رفضت هذه المواقف او المواثيق والوعود يعني دارين يدخلوا البلد في كيس، ونحن وهم اكثر الناس حيخسروا لنا. الان في حريه تقول رايك ويقول رايه، وي اوريدي ديبيت، يعني نحن نتناقش معهم نتحاور معهم، نحن جبهه ثوريه، لكن اعضاء في الحريه والتغيير، والحريه والتغيير كسبناه بمواقفنا بنضالاتنا، يعني ما في زول ادانا لي، لهذا هم يفهموا ان احنا حريه وتغيير، احسن نتحاور معهم، يجي يتحاور معنا بدل يسوي العراقيل والمتاريس، يجي يتحاور معنا. ما فيش كوريدورز في حوارات جوبا. نعم، كلام مفتوح، الناس قاعدين يتناقشوا، لقوا الحاجه مناسبه يمضوا وما قاعدين يتوقفوا كثير. يعني أستاذ جمعة، واحد من الأسباب التي أدت إلى فشل الاتفاقات السابقة مع النظام البائد وحركات الكفاح المسلح ربما النقص عن العهود،
يتم التوقيع على الاتفاقيات ويأتي من يأتي إلى القصر ثم يخرج، لأن لم يكن هنالك التزام من واحد من الطرفين، فضرورة الالتزام بالعهود والمواثيق وما يتم الاتفاق عليه حتى تمضي سفينة السلام. وطبعا دي واحدة من الكوارث، يعني دي واحدة من الكوارث الكبيرة في السودان بصراحة، من المركز هنا من الخرطوم. يعني أنا يمكن بداني ميري لما نط من الاتفاقية بتاعت 72 قال هذا ليس قرآن ولا إنجيل، نط يمكن من الاتفاقية. بعد ذلك الإنغام طبعا أو البشير وحكمه البايد ديل أكثر ناس يعني نسميهم يعني معلمين في المسألة دي، يعني هم ناس بيعرفوا كيف ينطوا. بعدين الحاجة الثانية، الموضوع مش كده بس، إنه عدم الالتزام ده، هم كان بيعملوا اتفاقيات أمنية، يعني هم كان بينظروا لأي اتفاقية سلام كجانب أمني فقط، ما قاعدين ينظروا له كجانب إنه ممكن يحل مشكلة السودان والسودان يستقر وكذا. يعني مثلا ناسي نحن وقعنا الورقة اللي وقعناها مع الحرية والتغيير في أديس أبابا، ونحن كشركاء يعني اتفقنا على نقاط محدودة وقعناها لما جاء هنا دكتور إبراهيم الأمين حزب الأمة والسنهوري بتاع حزب البعث العربي بكل سهولة رفضوا هذه الوثيقة. دي واحدة من ال من 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 الكوارث. يعني ما في فرق بين الأنظمة، الكلام اللي انت قلته، وجزء من الناس الآن قاعدين يعملوا نفس العملية دي. لذلك نحن مع السلام، نحن جناحنا للسلم اوريدي بدون نوقع اي ورقة، جينا الآن موجودين معاكم في الخرطوم، ما في كواليس بالنسبة لنا، حاجاتنا واضحة كما ذكر الأخ بشارة، إنه نحن متفائلين كنا برئيس الوفد محمد حمدان دقلو ووفده التعايشي أكثر زول واضح في حاجاته بالنازل. نحن متفائلين، نحن ما بنشوفهم أعداء بالنسبة لنا، هم جزء من الثورة ونحن جزء من هذه الثورة. ولكن ربما الآن في أشياء ماشية قد تعقد الحاجات، ولكن دعني أتفائل أيضا والغريق لقدام. دعنا نتفائل، هذه نقطة مهمة جدا نغلق بها ملف هذه الحلقة من اشتراقات الغد. لا أملك إلا وأنا أتقدم إليكم بجزيل وجميل الشكر الأستاذ جمعة الوكيل رئيس وفد المقدمة حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. كذلك الشكر لك الأستاذ بشارة سليمان المستشار الاقتصادي لرئيس حركة العدل والمساواة السودانية، تأكيد على السودانية، أيضا شكرا لك. كل الشكر والتقدير لكم لشخصكم وكذلك لقناة الشرق. شكرا. نعم شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة. إن شاء الله سنلتقي في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. حتى ذلك الحين لكم تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.